قصيدة رائعة، قصيدة جميلة. فقط أتاني استحمد لما تحدث، وحديثه كان في كثير من الأحيان ربما حتى الأخت فاطمة، ونحن نتحدث من الشغل على الديوان، تقول لي بأن الأخت فاطمة أن جانبك النقدي حتى مع استعداد الجلسة الأخيرة، جانبك النقدي أو جانبك النقدي يتغافى في بعض الأحيان عن جانبك الإبداعي. يعني هذا في كلام فيه كثير من الصواب، كثير من الصواب، على اعتبار أنني أعشق النقد وأشتغل في النقد، ولذلك أجدني يعني حتى في نصوصي هناك حجاج، هناك بلاغة، هناك بلاغة إلى آخره. ولكن النقطة البسيطة التي أريد أن أركز عليها التي أثرها سي أحمد، وهي أن المنهج، هناك منهج جميل جدا استعد إله، هو منهج تقليدي، هو المنهج التاريخي. هذا المنهج التاريخي يرى على أن المبدع هو صوت أمته، يعني العلاقة ما بين المتلقي الذي سيأتي بعد 1000 عام، بعد 500 سنة، والمجتمع الذي نحيا فيه الآن. هذا المتلقي سيتعرف على هذا المجتمع من خلال المبدع، من خلال النص، من خلال المبدع. لذلك أتفق معك، ربما أنا أعلنت عن نفسي كصوت محمد مرزاق، ولكن هذه الحنجرة يعني تختزل أسماء كثيرة وأبناء جيلي الذين عاشوا نفس التجربة التي عشتها. شكرا مرة أخرى، شكرا للفضاء، شكرا سيدي عزيز، سيدي عزيز محمد قبيلة كنتكلم معاه، قلت له غنبداو نحتفيو بك من خلال نقلاته النقدية العميقة، كي غنعملو لك؟ كيف نديرو له؟ ملي غنقطعو وانت الشعر كيعرف حتى الشيء والموسيقى وهذا، كي غنديرو نقطعو سيدي عزيز تماما. يعني هادشي اللي قلتو قبيلة كي غندير.